على أعتاب شهر رمضان المبارك تتزين منصات التواصل الاجتماعي بالدعاء والتبريكات ولا تخلو التعليقات من تأثير كورونا على المزاج العام. وفيما شهدت الحسابات في الولايات المتحدة ردود فعل عن إعادة فتح ولاية فيرجينيا، كيف تفاعل الجمهور مع القمر الصناعي العسكري الإيراني؟ وفي الرزنامة الدولية يوم حافل بالمناسبات العالمية. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من أنتم أونلاين، أتشارك في تقديمها مع سجى مرتضى من الميادين. مرحبا سجى. مرحبا. يعني لا شك أن الاحتفال بذكرى 41 لتأسيس الحرس الثوري الإيراني مع هذه المناسبة بإطلاق نور واحد القمر الباليستي العسكري استفز الموضوع الأمريكيين لا شك. نعم، يعني كان نجحت قوات الحرس الثوري الإيراني في إطلاق القمر الصناعي العسكري نور واحد، واعتبرت أن هذا النجاح إنجاز كبير ومهم خاصة في هذه الفترة. يعني كيف أطلق القمر وما هي ردود الفعل؟ نشاهد في فيديو من أعداد الميادين جو. گسترش قلمرو توانمندی‌های اطلاعاتی راهبردی الأمر استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا، ولكنه لم يعلق مباشرة على الموضوع، بل قام بتهديد آخر لإيران وغرد على تويتر قائلا: لقد أمرت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر. التعليقات الغاضبة على هذه التغريدة كانت كثيرة، ومنها جاك كتب معلقا على تغريدة ترامب: ترامب يأمر بتدمير القوارب، لم أكن أدرك أن إيران لديها زوارق تطير الآن، وذلك كسخرية على أنه لم يعلق على موضوع القمر الصناعي. بطبيعة الحال هو تحول جديد ونوعي في الميدان الجو فضائي الإيراني استثمره ترامب في خلال حملته الانتخابية كما في إدارته لأزمة كورونا. في تغريدة تناول فيها المرشح الديمقراطي المنافس له جو بايدن، يقول جو النائم يعتقد أن هذا لا بأس به، أما أنا فلا أعتبره كذلك. أيضا سام مندس يقول: طبعا نفت في البداية الولايات المتحدة أن نجاح مهمة القمر الاصطناعي الإيراني، لكن سرعان ما تأكد الموضوع ما دفع بعض المواطنين الأمريكيين إلى السخرية من تكذيب نجاح المهمة. في تغريدة أخرى لحساب يحمل اسم نود يقول مع هذه السخرية لترامب: ترامب سئل عن الأقمار الصناعية الإيرانية وقال إننا نشاهد إيران عن كثب. نعم، ويستمر يعني الآن في الولايات المتحدة الأمريكية الجدل حول كورونا وحول إعادة فتح الولايات الأمريكية رغم ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. بالأمس كان هناك مظاهرة في فيرجينيا، في ولاية فيرجينيا، تطالب بإعادة فتح الولاية رغم رفض حاكمها ورغم الحالات المرتفعة. ترافق ذلك مع إطلاق هاشتاج ريوبن فيرجينيا، ولكن سرعان ما انقلب الهاشتاج إلى وسم معارض، يعني يستغرب كيف يطالبون ب ذلك في هذه الفترة الصعبة. نشاهد أولا المظاهرات. كان هناك تعليقات كثيرة على هذه وتغريدات كثيرة على هذه المظاهرة. مايا تقول هنا أنها متظاهرين أعيدوا فتح فيرجينيا وأعيدوا فتح أمريكا أغبياء أنانيون جاهلون، إنهم سيبقوننا في حالة من الإغلاق أكثر وسيقتلون الآلاف من الناس. أما آلان في هذه التغريدة فيقول: نحن لسنا مستعدين بعد لإعادة فتح فيرجينيا، لم يحن الوقت، انظروا إلى الحقائق والبيانات،
كلنا نريد العودة إلى حياتنا، ولكن علينا أولا التأكد من وجود شيء نعود إليه. وشكر حاكم الولاية لرفضه هذا القرار. حتى التغريدات لم تنطلي فقط على الطبقة الشعبية، أنما نورثن حاكم الولاية أيضا كان له رد على ترامب في هذا الموضوع. يقول: من الواضح أننا نريد اتباع إرشادات مركزة للسيطرة على الأمراض. عندما نتمكن من رفع هذه القيود بمسؤولية وأمان سنفعل ذلك في فيرجينيا. أيضا ستيف راسترد يقول في تغريدة أخرى: كذب ريغن فمات الأمريكيون، كذب بوش مات الأمريكيون، كذب تشيني مات الأمريكيون، ترامب يكذب ويموت الأمريكيون، إنه الخداع، تقليد الحزب الجمهوري، ووصفه بالخسيس. من أمريكا إلى بريطانيا أيضا، وتداعيات فيروس كورونا، الكثير من المواطنين الذين كانوا حجزوا للسفر مع شركات الطيران البريطانية وشركات السفر البريطانية ألغيت رحلاتهم بسبب الإغلاق. هو القطاع الأكثر تضررا من هذه الأزمة. صحيح، لأن المطارات كلها أغلقت، ولكن هذه الشركات في بريطانيا رفضت رد الأموال إلى زبائنها، وبذلك هي تخالف القانون البريطاني. صحيفة الجاردن البريطانية كتبت عن الموضوع وذكرت بالتفصيل من هي هذه الشركات كاملة. يعني البريطانيون رفضوا الأمر وطالبوا باستعادة أموالهم كاملة، وذلك خاصة أنهم عاطلون عن العمل الآن بسبب الإغلاق. فكان هناك هاشتاغ ريفاند باسنجر، أو ردوا أموال الركاب. هنا في هذه التغريدة نشر أحدهم تحقيق الجارديان وعلق عليه بالقول: يعمل الناس بجد لتوفير المال لقضاء عطلاتهم، ولكن شركات السفر وشركات الطيران تكدس مليارات الجنيهات من أموال العملاء وتخرق قانون استرداد الأموال. يجب على الحكومة دعم الصناعة وضمان استعادة الناس لأموالها. مزيد من التغريدات في هذا الإطار في هذا الحساب للندن ستي هوم ستي لايفز يقول: خرق شركات الطيران وشركات السفر القانون علانية أمر شائن، أنا مع وأوافق على رد أموال الركاب. هذا الحساب لروب هولند مع هذه الجيف المرفقة يقول فيها: أعزائي شركات الخطوط الجوية التي تغرق حاليا صندوق بريدي بصور الشواطئ، سأحتاج إلى استرداد مال رحلاتي وقبل أن أحجز مرة أخرى. هذه المرة دائما ضمن المملكة المتحدة، الممرضة التي اهتمت برئيس الوزراء بوريس جونسون خلال فترة علاجه في العناية الفائقة كانت تخرج إلى الإعلام لتقول فعلا أنه كان بحاجة إلى العناية المركزة، لكن هذه المداخلة للممرضة لم تخلو من ردود الفعل. دانييل روبرتسون يقول: الآن لم يعد بوريس جونسون في العناية المركزة، أين هو حاليا؟ هل هو مختبئ من خيباته؟ وطبعا هذا يعكس مدى الردود الفعل السلبية والمساجنة من أداء إدارة بوريس جونسون للأزمة في هذا الملف تحديدا. وكان هناك مطالبات كثيرة بإقالته يعني في الفترة الأخيرة بسبب اعتبار فشل يعني مكافحة فيروس كورونا. فصل قصير سنعود بعده لمتابعة حلقة اليوم من أنتم أونلاين، فلا تذهبوا بعيدا. من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أنتم أونلاين. سجى على أعتاب شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى جميع مشاهدينا بالخير واليمن والبركات، يطل علينا شهر الخير، إنما بظروف استثنائية عنوانها التباعد الاجتماعي، الالتزام بأداء الفروض الدينية مع مراعاة التباعد بين المصلين أو بين من يتناوبون على الظروف الاجتماعية والندوات وتوزيع الحصص الغذائية، خصوصا في الدول التي فيها نسبة سكان مرتفعة. شاهدنا أكثر من بلد سواء في آسيا أو في دول العربية تحديدا، يجب علينا أن يمر علينا هذا الشهر بكل خير واليمن والبركات انطلاقا من إيماننا أقل. نعم، يعني هذا العام سيكون مختلفا عن كل الأعوام السابقة، لأن الناس لن تستطيع يعني السهر والخروج من المنزل أو الإفطارات الجماعية التي تحصل بالعادة. بدأ الناس يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن موضوع شهر رمضان وكيف سيقضون فترة الحجر الصحي مع شهر رمضان. في البداية منظمة الصحة العالمية غردت وباركت العالم الإسلامي بداية شهر رمضان، وذكرت بأن رمضان هو شهر التأمل والتواصل واللطف والتضامن. وطبعا يعني المنظمة تعمل بجد في الفترة الأخيرة
لمكافحة فيروس كورونا، يعني رغم توقيف التمويل من قبل الولايات المتحدة. وفي تغريدة أخرى لمحمد إيجاز وضع فقط صورة للكعبة الشريفة ورجل تنظيفات، يعني فقط هو الوحيد، يعني هي رسمة لفنان سعودي، رجل التنظيفات وحده أمام الكعبة لأنها فارغة للمرة الأولى. فعلا اللوحة ولو أنها افتراضية لأنها تنم عن بعد جدا مؤثر في نفوس الكثيرين حول العالم، تقريبا 2 مليار مسلم، أن نجد الكعبة المشرفة فارغة من المصلين طبعا ضمن الإجراءات المعمولة بها في المملكة العربية السعودية. عادة هذا الشهر المعروف بروحانيته العالية لدى جميع المؤمنين بالتواصل والاتصال العائلي وصلة الرحم، ما يجعل كل دولة وكل مجتمع فيها ميزة رمضانية مميزة. مصر إحدى هذه الدول التي تمتاز بأجوائها الرمضانية سواء في أحيائها الشعبية أو حتى في عصر السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج رمضانك في الحظر حيبقى، تم التركيز على موضوع الحظر في هذا الموضوع. تكتب آية عامر: وليد رمضان القديم مع صلاة التراويح والرجوع إلى البيت متأخرة والناس كلها تبقى في الشوارع. أيضا فارس يحن سلف قبل حلول شهر رمضان المبارك إلى المصحراتي، هذا الشخص الذي يمر في فترة السحور بعد منتصف الليل بكل ضمن كل مجتمع بثقافتية خاصة، يعني هناك حظر تجول في المساء، يعني لن يستطيع ربما أحد منا قد يشهد مطبلاتي أو مصحراتي إلكتروني، لا نعرف ماذا سيحصل في هذا الشهر. محمد صلاح إنما ليس نجم كرة القدم المصرية والعالمية، يكتب: رمضان السنة دي فرصة مش هتتعوض، جيلنا حيجي عليه رمضان تاني في إجازات وكل السنين الجاية نكون في دراسة وامتحانات أو نتخرج ونشتغل، ودلوقتي أصعب. فيها دعوة للتفرغ واستثمار الوقت في العزل المنزلي للتفرغ للأعمال الدينية. أيضا في عصر التطبيقات الإلكترونية واللوائح الذكية، هذه المبادرات التي انطلقت منذ كم سنة لورا مثل تطبيق القرآن الكريم، تطبيق المصلي، ختمة القرآن الكريم أو الأدعية والتذكارات، تطبيقات قد تفيد في شهر رمضان عبر الأبل ستور وغيرها. يعني كل العالم الآن أصبح إلكتروني حتى الأمور طبعاً الدينية. في إطار تفاعلنا يعني مع مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبنا منهم عبر هاشتاج أنتم أونلاين أن سألناهم كيف يخططون لقضاء شهر رمضان في فترة الحجر المنذي وفي ظل التباعد الاجتماعي، خاصة أن الشهر هذا العام يفقد بعض من أجوائه الجامعة المعتادة. كان هناك تفاعل على هاشتاج أنتم أونلاين. أحمد عيادي من تونس كتب: نحن بمدينة القيروان التونسية سيكون صعب جدا شهر رمضان، خاصة أننا عاصمة إسلامية مغاربية تاريخية وأعرق مسجد فيها مغلق والمرافق الاقتصادية مغلقة ولا سهرات ليلية، نسعى لإحياء الليالي في المنزل مع صلوات وتراويح ودعاء ومشاركة للأهل في الطبخ. أما جواد فاعتبر أن شهر رمضان هذا العام سيكون يعني بظروف مختلفة عن كل السنوات المقبلة، ولكنها ستكون فرصة جيدة لكسر النمطية واستثمار الوقت بتغذية الذات روحيا وكذلك معرفيا. يعني يمكن نحن اليوم محظوظين عم نقدم هذه الحلقة باليوم الحافل المناسبات العالمية، ليس فقط يوم الفتيات في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، أيضا اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وأيضا في شق ما هو متعلق بتكنولوجيا المعلومات خصوصا على التطبيقات الإلكترونية مع حقوق المؤلف أهم شيء، بعد ما باتت هذه تؤرق الكتاب وبالتالي تؤثر سلبا في الانتاجات الثقافية. ولا شك أن الأمم المتحدة اختارت العاصمة الماليزية كوالالمبور هي العاصمة العالمية للكتاب لعام 2020. في هذا الإطار سجى تويت لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، تكتب فيها: يوم 23 نيسان هو اليوم العالمي للكتاب في عالم معطل بسبب كوفيد-19، سحر الكتاب هو الذي تحتاجه الآن، دعونا نطلق العنان لقوة القراءة للحلم والتعلم ومساعدتنا على بناء غد أفضل. بدوره أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش قال: طوال حياتي كانت الكتب دائما مصدر راحة بالنسبة لي، في الأوقات الصعبة كهذه يمكن أن تساعدنا الكتب في تشويش مشاعر العزلة. في اليوم العالمي للكتاب دعونا نحتفل بالقوة التحويلية
للقراءة. نعم محمد، يعني استخدم المغردون وسم اليوم العالمي للكتاب للتعبير يعني عن هذا اليوم والاحتفاء به. هنا في هذه الصورة وضع أحدهم صور للكتب التي يقرأها خلال فترة الحجر المنزلي، وهي كتب باللغة الإنجليزية، وعلق عليها بالقول بعض من شركائي في الحجر المنزلي، يعني الكتاب الآن هو شريك الإنسان في الحجر المنزلي. وفي تغريدة أخرى أيضا يعني صورة لمجموعة كتب وعلقت عليها بهيرة بالقول لا يوجد صديق مخلص كالكتاب. في هذا الإطار، صفحة جائزة نوبل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر فيديو للكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك وهي حاصلة على جائزة نوبل عام 2018، تلخص فيها كيف تخلق الشخصيات في رأسها قبل كتابة الرواية. لنشاهد. I think that most funny and mysterious thing is creating characters. First step is that they look rather shapely, only, you know, cloudy. But there is another step of this process when I can hear what they are talking between each other or that when they are talking to me. So this is the best moment in my writing. يعني انطلاقا من الروائيات النساء سنتحدث عن يوم عالمي أيضا، هو يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم. يعني محمد، تخيل أن هناك فتيات ونساء أنجزنا الكثير في هذا المجال، ولكن في الوقت نفسه هناك ملايين النساء لا يستطعن الوصول إلى الإنترنت وليس يمتلكنا يعني لا يمتلكنا هاتف ذكي الآن في هذا الزمن. يعني بهذه المناسبة منظمة الأمم المتحدة للنساء غردت على تويتر، يعني تحدثت عن أن 70% من النساء في بعض مناطق العالم لا يملكن هاتف أو إنترنت، وقالت فيه يعني انضموا إلينا إلى رفع الصوت عاليا لإغلاق الفجوة الرقمية بين الجنسين. وفي تغريدة أخرى أيضا يعني تلخص كيف أن النساء لا يستطعن الوصول إلى أي شيء متعلق بالإنترنت والديتا وغيره، علقت بالقول في يوم فتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدارس مغلقة بسبب جائحة كوفيد-19، في حين لا يمكن للكثيرين حضور الدروس الافتراضية، فإن آخرين وخاصة الفتيات يفوتون التعلم بسبب الفجوة الرقمية، نحتاج إلى إغلاقها بين الجنسين. يوم عالمي آخر، اليوم عم نزيد على بعضنا، يوم عالمي بيوم عالمي. اليوم العالمي للغة الإنجليزية على الرزنامة الدولية، البريتش كونسل أطلقت تحديا على صفحتها الرسمية في تويتر بهدف الاحتفال بالمصطلحات التي أعطتها اللغات العالم للغة الإنجليزية، طالبة من الناس أن يضيفوا أي كلمة إضافية إلى القاموس الإنجليزي. نتابع في هذا الفيديو، هناك من عبر عن رغبتها في إضافة كلمة فيتنامية للغة الإنجليزية، سجل نتابعها. The word that I want to give to English today is Choi Oi. Choi Oi is a very common word in Vietnam. And if you're not from Vietnam, just saying this word to your Vietnamese friends, they're definitely gonna give you a smile. So how should you use this word? Well, Choi Oi is equivalent to Oh my God in English. So thinking about the moment that you would use Oh my God and change it into Vietnamese and say Choi Oi. Well, for example, you went home after a long day at work and you are starving. And then you like, Choi Oi, I'm so hungry. Or when you go to the store and they run out of toilet paper and you are like, Choi Oi. اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى أكثر محكية في العالم، وتليها اللغة الإسبانية يعني مباشرة، هي ثاني أكثر لغة محكية في العالم بعد الإنجليزية. اليوم هو اليوم العالمي للغة الإسبانية أيضا. لنعرف أكثر عن هذه اللغة، كم يتحدث يعني أشخاص في العالم، كم يدرسها، نتابع هذا الفيديو.
ربما أصبح علينا أن ندرس اللغة الإسبانية الآن. يعني بما أننا نتحدث عن الكتب والعلم والثقافة، لن نتحدث عن يوم عالمي إضافي، ولكن سنتحدث عن ذكرى 456 لعيد ميلاد الكاتب والشاعر المسرحي ويليام شكسبير، يعني وهو عالمي ولا أحتاج إلى تعريف أبدا. المغردون احتفوا بهذه المناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي واستذكروا يعني كل ما قدمه شكسبير إلى الفن العالمي. هنا في هذه روميو وجولييت يعني. صحيح، في هذه التغريدة يعني هابي بيرثداي شكسبير، وعلق عليها نيكولاس بالقول يعني اقتبس من إحدى كتاباتي المسرحية: شكوكنا خائنة وتجعلنا نفقد الأمور الرائعة التي قد نفوز بها عبر الخوف من المحاولة. ولا شك أنه عندما نتحدث عن شكسبير لابد أن نتحدث عن الأدب الكلاسيكي في تلك المرحلة، خصوصا من الأدب الإنجليزي في تلك الحقبة. في هذا الحساب جولاند دي أل جولاند تغريدة: أعيد قراءة بعض الكلاسيكيات اليوم. وأيضا استثمارا للعزل المنزلي، المزيد من القراءة لابد منه. في هذا الحساب لأوكلي لايبراري: من أجواء كورونا الصورة لشيكسبير وهو يقول stay home stay safe، ابقوا بأمان وابقوا في المنزل. يعني سنختم حلقتنا مع كورونا، يعني بأن العالم كله مشغول بكورونا الآن. موقع الميادين خصص مساحة لتفصيل كل شيء يتعلق بآخر الإحصائيات حول فيروس كورونا، سيتم تحديثها لحظة بلحظة، يعني ليكون لدى الناس مثل مرجع موثق لكل الحالات في العالم. هنا يمكننا أن نشاهد الحالات الحرجة. أولا، حالات الإصابات بشكل عام تخطت 1,646,000، حالات التعافي، الوفيات. لدينا هنا خريطة للعدوى في جميع أنحاء العالم. نرى في الولايات المتحدة مثلا عدد الوفيات، عدد الإصابات أكثر من 849,000، وهنا ألمانيا أكثر من 151,000. يمكننا التنقل بين يعني المتعافين والحالات الحرجة والوفيات. وأيضا هذه الأرقام يتم تحديثها آنيا. صحيح. هنا مثلا يمكننا البحث عبر دولة محددة، يعني أن تختار دولة معينة وتبحث فيها، ونشاهد أيضا تصنيفات حسب حالات اليوم حتى يمكننا معرفة حالات اليوم في كل بلد فقط. هنا تاريخ الأرقام طبقا لأي مصدر؟ يعني عبر جوجل مباشرة يتم احتساب الأرقام. تاريخ العدوى منظمة الصحة العالمية وأرقام. صحيح طبعا. هنا توزيع معدل الإصابات، نرى الأزرق مثلا هم يعني المصابين، المتعافين في الأخضر، الوفيات في الأحمر، والحالات الحرجة هي الأقل في اللون الأصفر. هنا نحسب الأيام، يعني بدأ التفشي منذ 144 يوما، وهنا توزيع العدوى حسب الدول يعني بالتدرج اتباعا للألوان يتم تقسيمها. يعني هي مرجع موثوق لهذه الأرقام، يمكن متابعته على موقع الميادين، يمكن متابعة الكثير من المواضيع الأخرى أيضا على موقعنا. إن شاء الله نشوف الألوان اللي بترمز للشفاء هي اللي عم تضغط على الألوان إن شاء الله قريبا. ونحن بختام حلقتنا، مرقت بسرعة كثير الحلقة. كل عام وانت بخير مجددا لك ولجميع المشاهدين. سجى مرتضى من الميادين، شكرا لمشاركتي في هذه الحلقة من أنتم أونلاين. الشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. ملتقانا يتجدد في حلقة جديدة، ابقوا معنا أنتم أونلاين.